السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. رجعنا لكم تاني في يوم جديد وفي فيديو جديد من فيديوهاتنا، وهنتكلم ان شاء الله النهاردة عن الكلفة بتاعتنا اللي بنعملها في المزرعة. هنوريكم المكونات بتاعتها بتتكون من ايه، ونشوفوا كده الشغل كده مع بعض كده، ايه جولة كده واحنا بنخلط الكلفة. اول حاجة معانا يا جماعة علف بروتين مكعبات زي ده كده اهو. طبعا بنستخدم شركة معينة كده ماشي، بس اي علف بروتين 17% خاص بالحمام بتجيبوه. احنا هنخلط 2 كيس، الكيس 50 كيلو. ديت اول حاجه معانا. 2 معانا ذره، دي الذره الصفراء يا جماعه، حبه كامله سليمه. ديت المكون رقم 2 معانا في الايه، في الكلفه. المكون رقم 3 يا جماعه معانا الذره العوجه او الذره السوداني زي ما بتسموها، عندنا في مصر بيسموها الذره الفيومي، بس طبعا الفيوم بتاعت مصر بتكون لونها ابيض وحبايه اكبر من دي شويه. ديت هندي يا جماعه، ديت دوبه هندي. ده يا جماعه العنصر رقم 4 معانا، ده الدخن. الدخن ده يا جماعه بروتين عالي، بروتينه عالي زيه زي الايه، زي علف الحمام كده بالظبط. ده رقم 4. وطبعا ده سمسم يا جماعه، سمسم احنا بنخلطه على الايه، على الكلفه بتاعتنا. سمسم، سمسم ني، مش شرط يكون ايه متحمص ولا حاجه، سمسم ني كده يا جماعه. واحنا شغالين بنفضي المكونات. طبعا المكونات ديت 4 ذره صفرة، وعليهم 4 اللي هناك ده اللي بيتفضى ده، 4 ذره عويجه، 4 اكياس ذره صفرة عليهم 4 اكياس ذره عويجه، وكيس واحد بس دخن، وكيسين علف حمام 17% بروتين. يلا يا ريفان نزل. راجل شغال معانا اهوت. المجموع الكلي يا جماعه هيبقى ان شاء الله 460 كيلو. الخلطه دي 460 كيلو ان شاء الله. بص وسع كده، وسع. Thank you.
طبعا ايه هنعبيهم بقى في اكياس اهي. كلفه اهي. تمام. طبعا ايه كان ناقصنا فول، فول بتاع حمام، الفول البلدي بتاعنا بتاع مصر، بس مش موجود هنا، والبسله برضه مش موجوده هنا. فاحنا ايه بنخلط الكميات الاساسيه بس، يعني ده الشغل الاساسي بس. اما الفول طبعا بديل بتاع الفول الدخن، عشان بس نبقوا ايه مظبطين الكلام، يعني بديل الفول البلدي المصري الدخن، احنا حطينا مكانه دخن. البسله مش ضروريه، يعني هي بتتحط كده ايه حلواني، يعني مش ضروري. هنعبيهم بقى زي ما انتم شايفين كده ونخلص على كده. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لاخر الفيديو، بس في معلومه بسيطه في الاخر حابب اتكلمها اوضحها لحضراتكم. لو انت عايز تضيف اي اضافات تانية من مواد تعفير، من اي حاجه من دي، ضيفها وقت الاكل في اليوم، اللي هو مثلا انا بوكل في اليوم مثلا وليكن بنوكل 20 كيلو، تاخد ال 20 كيلو بتوعك انت اللي انت بتكلف بيهم وتحط عليهم مواد التعفير، 100 جرام بودر، 100 جرام توم بودر، و100 جرام بصل بودر، مثلا لو عايز تحط حبوب او بذور بتاعت الطاقه اللي هي بذور الجرجير، بذور الفجل، الحاجات دي كلها عايز تحطها حطها، 100 جرام برضو من كل صنف. عايز تحط فلفل اسود حط فلفل اسود 100 جرام على كل صنف، من كل صنف من دولت، على ال 20 كيلو او ال 30 كيلو اللي انت هتكلف بيهم في اليوم نفسه. تمام. وتوكل الحمام ممكن كل اسبوعين مره، كل 20 يوم مره، على حسب، مرتين في الشهر ماشي كده يعني. اشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفي فيديو جديد.